اول حاجه ساعه احنا نشوفوك شد في يدك بومب لاكريموجين، كان تحكي لنا على البومب هذه وقتاش ضربت وفين؟ هذه البارح في طريقنا في العوده من سليانا تم اطلاقها علينا من طرف الامن. انا كمجموعه حقوقيه ومعنا صحفيين، هذا بعد زيارتنا للمستشفى الجهوي بسليانا وزيارتنا للاتحاد العام لتوصيل الشغل واللقاء من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية المتواجدة غادي، ولقاءنا بالمضرين من بين المضرين اللي معناها خلات قلوبنا الكل معناها تنزف دم، هي بنية عمرها 7 سنين اسمها مرام اللومي. البارح معناها خليتها وقت خرجت باش يدخلوها قاعة العمليات بعد لقائي مع الطبيب معناها روسي والطبيب الخروبي هذا المسؤول عن الاستعجالي نتيجة الاختناق بالغاز، والتقينا مع زوج شبان اخرين اعمارهم تتراوح ما بين 18 و 21 سنة، راقدين زاد في المستشفى الجهوي بسليانة، وحالات معناها الرش ظاهر على وجوههم وعلى يديهم وثيابهم كلها دم. وقت اللي سالنا الطبيب المباشر نتاعهم قلنا له معناها بعد كيفاش فماش امكانيه معناها باش نحوه الرصاص هذا من اجسادهم، قال لا مش ممكن ابدا باش يعيش معاهم الرصاص هذاك، هذا طبيب روسي معناها اختصاصه، قال لي انه الرش هذا صعيب معناها اخراجه من جسد الانسان بالاخص الامكانيات في تونس مش موجوده. شو اسمه الطبيب الروسي سيد احمد؟ والله اسمه ما نستحضروش لانه اسمه طويل شويه. والطبيب الخروبي اكد نفس الكلام، والتقينا بنصر الدين اللواتي هذا اطار شبه طبي في قاعه العمليات في سليانة اللي وقع معناها مهاجمته داخل القاعه نتاع العمليات بعد ما اسعف عون امن. العون الامن هذا سب سليانة واهالي سليانة باعتباره هو من سليانة، قال له يا عيب معناها انك تسب الاهالي، واحد جابه بالفاظ معناها مش ممكن واحد باش ينجم يعاودها اصلا، لا تليقش بالمواطن التونسي اصلا، ويطلب له التعزيز و40 عون امن يقتحموا قاعه العمليات، والراجل معناها هذا الاطار شبه طبي. البارح عبر على استعداده هذا موثق عنا معناها بالواحد بالصوره والصوت، يقول انا نرغب في التتبع نتاعو القضائي ونتيجه معناها التعذيب النفسي نتاعو، والراجل معناها تهدد قال لك حتى قلبي ولا يوجع فيا معناها من الفجعه، واحد 40 عون دخلوا عليه وهو معناها الراجل مستهدف باعتباره معناها راجل نقابي ومناضل هذايا نصر الدين اللواتي. وضربوه ولا كسروا حاجه ولا هرب شام. هرب خلاها في الواحد وهرب. البارح امس الصباح يتصل بي رئيس منطقه الشرطه تاع سليانة ويعبر معناها على استنكاره للممارسات هذه، وفي نفس الوقت الاعوان تاع سليانة اللي هما يخدموا في سليانة يعلقوا الشارع الحمراء معناها مساندة للممارسات هذه الوحشية. مساندة ولا ضد بلوتو؟ ضد معناها ضد مساندة للأهالي. أنا وزادوا معناها رئيس منطقة يقول له أنا ما عنديش عليهم حتى سلطة، الناس هذه التعزيز اللي جاء ما عنديش عليه حتى سلطة، لو خارج على سلطتي. سالتوشي شكون المسؤول على التعزيز هذا؟ منين يتلقى أوامر التعزيز؟ التعزيز يتلقى أوامر من وزارة الداخلية، قالك حاجة قوية عليه ما نجمش ندخل فيها. زيدوا معناها من بعد نتفاجئوا معناها بخروج رئيس الحكومة يقول لا سبيل لإقالة الوالي إلا بعد استقالتي أنا. أنا نحب نجاوب هنا أقيل الشعب، أقيل أهالي سليانة، بن علي وقت اللي خرجوا له 30,000 من وزارة الداخلية هرب، هذي والي خرجنا له 10,000 قلنا له ديجاج، خرجت انت تهدد بالاستقالة. والحاجة اثنين، انت سي علي العريض اللي تقول معناها اللي يوفي عليهم الكريموجين فالدفاع الشرعي بالسلاح هذي محرم دوليا بالرش هذي، هذي مش معقول. احنا عدينا الحبس وقت اللي انت في الفرم اللي سي علي العريض انا نرقد تحتك فرد فرش انا وياك. بن علي وقت اللي ربطنا خرجنا نشوفه بعينينا، عدينا الحبس تعذبنا صحيح في الداخلية، قالوا لي السنية في الداخلية ونعرفهم الناس اللي قالوا لي السنية، لكن ما عملناش في عينينا خرجنا نشوفه.
نحن اليوم كنشوفوا حالات 17 حالة متاع عمان أعمارهم تتراوح بين 17 و 22 سنة ومن أجل التنمية معناها هذه كيف معناها نحن وجهتونا كما حبيتوا باش نقولوا نطالبوا معناها بجمعية المكفوفين نحن في سيليانا ما عادش حاجتنا معناها بالتنمية التنمية أخويا عمل لي جمعية مكفوفين في سيليانا ما عادش حاجة بالتنمية وعندنا شي أسامي المصابين سيد أحمد عندنا التو اللي اتصلنا بهم البارح في المستشفى الجهوي في سيليانا أنا هما فما هذه البنية مرام اللومي فما هذه شهاب بوناب وفما هذي عمره 21 سنة وفما جلال البياري عمره 18 سنة هذوما معناها راكدين البارح في المستشفى مستشفى الجهوي بسليانة غير معناها الحالات الموجودة تو في مستشفى باب سعدون في مستشفى العيون تاع باب سعدون غير حالات الجرحى اللي فاقت معناها 265 حالة واقع تسجيلها في الدفتر الرسمي متاع الاستعجالي في سليانة غير الحالات اللي تهربت من تسجيل أسماء خوفا من التتبعات العضلية وعندنا امرأة معناها خرجت تشرب الخبز وقاع معناها تضرب يا رسول الله تقول لي دفاع شرعي الناس مضروبة في ظهوراتها بالرش أخي دفع على روحك في ظهره معناها تطلق معناها ظهر ويخرج والمطالب هذه اللي طالبوا بها هم مطالب شرعية معناها ما فيها شيء مطالب قال لك يا أخي هذوما ناس معناها معتقلين منذ أفريل 2011 معناها ما زالوا في خضم الثورة من أفريل 2011 التو ما وقعش محاكمتهم وما وقعش النظر في ملفاتهم وما وقعش الالتفات ليه وشكون الموقوفين على خلفية شنو على خلفية احتجاجات ضد بعض تصريحات فرحات الراجحي على خيانة الباجي قايد السبسي للثورة واحد معناها كان الناس معناها خرجت تحافظ على أهداف الثورة واتصلنا معناها قابلتها من شخصين قابلت وزير العدل مرتين في الموضوع هو نفسه قابلت رئيس الدولة رئيس الدولة يقول لي حتى اللي يتحاكموا قال ما نجمش ندخل في القضاء وقت اللي يتحاكموا تو انا نعطيهم عفو هذا سي نور الدين البحيري وزير العدل يقول انا ما نجمش ندخل في القضاء نحب نوجه له سؤال اخت تدخل في القضاء الا في سيلانا ما تدخلش في القضاء الا في ثورة ما تدخلش في القضاء الا في ضحايا ثورة ما تدخلش في القضاء تدخل في القضاء في جندوب وقت اللي يحكم تتدخل في القضاء في سيدي بوزيد وقت اللي يضربوا معناها اعضاء المجلس التاسيسي تتدخل في القضاء وقت اللي لا 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 قضايا معناها مش لازم نحلوا ملفات كبيره الا في ضحايا الثوره ناس معتقلين في قضيه سياسيه وبامتياز بدليل ان المرلوله جابوا جماعه بوكس وحبوا يلبسوهم القضيه وقت اللي تحرك حمل امامي وتحركت مجموعه حمل امامي وقع الافراج عليهم بعد جابوا جماعة شكري بالعيد وحبوا يلبسوا شكري بالعيد للوطن وتحركوا زادوا وتم اطلاق صراحة من بعد جابوا جماعة حركة الشعب ولصقوني انا معاهم وقت اللي تحركت علينا معناها المحامين والمجتمع المدني والاحزاب السياسية تم اطلاق صراحة والناس هذه اللي بقت مهمشة ما يقعش اطلاق صراحة معناها دي بوان دانتروغاسيون مش بوان واحدة دي بوان دانتروغاسيون سيد احمد كيفاش تفسر استهداف المواطنين على مستوى الوجه يعني تعدد الحالات متاع الإصابات في العيون كيفاش تفسر الموضوع هذا في سليانة بالذات والله العزيز توا حسب ما صرحوا لي معناها الضحايا أنه معناها يبعد عليه 10 متر ويطلق عليه الرصاص هذايا معناها ولد عملية انتقامية ولا الحدث هذايا أنا عامل عليه دراسة مع مجموعة كبيرة معناها السلاح هذا اللي تم استعماله في سيليانا الشوزن هذا اي هذا هذا تم استعماله في العبدلية زاد اي موقعش معناه وقع التعطيم عليه في العبدلية لكن تو باش يثار هذه قضية دولية ومحجرة دوليا استعمال السلاح هذا بالتالي نحن كمجتمع مدني رانا مساعدين باش نتبع القضية هذه حتى على مستوى دولي ورسالة معناها واضحة وصريحة راهو نجموا نحاكموكم شد الحكم 20 سنة تانا كنحاكمك محاكمة رمزية ونخليها تاريخية محاكمة رمزية تتحاكم حتى في برا على الممارسات هذه مش باش تحاكم أخويا عندك نفوذ تو مش باش ننفذ عليك الحكم
لكن الحكم راهو مش تحاكمك حتى رمزيين كما يتحاكم تو بورقيبه وهو ميت راهو نجموا نحاكموه كنت ميت يعني العريض. والدراسة هذه اللي قمت بها ونوعية الذخيرة المستعملة الشبروتين هذه كانت تعطينا لمحة على الدراسة هذه وخلاصة اللي قمتوا بها اللي قمنا بها نحن توفى محالات وقعت في العبدالية وبقينا متشكين فيها معناها منين خرج الكرتوش هذا اللي وقع استعماله في العبدالية مش من الأمن كنا نتصور ماهوش من الأمن خاطر في العبدالية ما ثماش أثار الأمن معناها لكن في سليانة تو ثبت بالحجة اللي تم السلاح اللي تم استعماله في العبدالية والكرتوش اللي تم استعماله في العبدالية نفس الكرتوش اللي تم استعماله في سليانة معناها اللي يقع في العبدالية من طرف الأمن مش من طرف مجهول كما يدعوه هما بل قالوا وقت اللي واجهناه من السؤال هذا قبل يقولوا ما نعرفوش ما عناش عليه خبر معناها مع الناس السلاح هذا لكن تو ثبت بالملموس والكاشف أنه السلاح هذا مستعمل من طرف الحكومة ومن طرف عوائل الأمن. وكان تعطينا لمحة في الأخير على التسلسل الزمني للأحداث البارح في سليانة بالضبط معنا كيفاش الأمور مصباح حسب التقريب مصباح تلمت العباد أمام الاتحاد العام التونسي للشغل مع وقت إيش تقريبا مع 9:30 بدأت العباد تلموا قرب 4000 مواطن مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة اتجهنا للولاية في الولاية معناها لاحظنا انسحاب كلي للأمن لغاية ممنهجة الانسحاب هذايا نتصوروا لغاية ممنهجة أنه يحبوا يدخلونا في نفق إلا أنه معناها المواطن السلياني كان أرقى من الحويجة ذي وكان واعي ما وقعش اعتداءات ولا حد شيء من بعد معناها ساعتين وقت اللي أيسوا من خروجنا نحن من نفق ذي اعتبروهم استفزاز فردوا الفعل معناها بكل وحشية وبكل انتقام بالأسلحة هذه المحرمة دولية وعيب وأنا البارح وقت خرجت معناها من حي صلاح في سليانة الأهالي معناها خرجوا 50 دبوزة غاز هذه موثقة أكثر من 50 دبوزة غاز خرجوا من ديارهم وعبروا على استعدادهم لتفرقيع أرواحهم إذا كان يقع الاعتداء عليهم بنفس الشكل اللي اعتدوا به قبل. أيه. فهمني؟ ومن ألطاف الله أنه ما وقعش معناها البارح مداهمات. لو وقعت مداهمات كنت نتصور أنها تقع كارثة بالأخص في حي صلاح. والحمد لله ما وقعش كارثة. أيه.